طيب، بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتابع قراءة الانجيل المقدس. احنا في انجيل متى الفصل السادس عشر الآية 24 وتالي. حينئذ قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. إذا الإنسان اللي بده يخلص نفسه، يعني اللي فقط بده مصلحته. هلا في فرق بين المصلحة والخير. في الليتورجية البيزنطية شو بنقول؟ الخيرات الموافقات لأنفسنا والسلام للعالم إلى الرب نطلب. كان رحمة والدي يحرفها شوي، يقول الخيرات الموافقات لأنفسنا والباقي للعالم. يعني والباقي للناس، العالم يعني للناس. أهلاً وسهلاً، تفضلوا. نعم، إذن في فرق بين ما هو خير لنا وما هي إيش مصلحتنا. أساساً كلمة مصلحة بالعربي غلط. نقول فلان له مصلحة. مصلحة جاية من أنه فعل، من أنه من إشي الصالح. كثير مرات المصلحة تبعتنا بتكون إشي سلبي غير صالح، أو بكون إشي إلنا منيح على حساب غيرنا، أو بكون عندنا هدف أدنى من شيء أسمى. ليش؟ لأنه في علم النفس او في النفس البشريه يقولون يا هاي في اربع او في ست قوانين في علم النفس عن نفس الانسان. بقول لك القانون الاول هو قانون الانترست، بلاش نقول مصلحه، يعني الفائده الشخصيه، الشيء اللي انا بدي الي استفيد سواء غير اتضرر ولا لا. يعني في بالقرآن هيك جملة: اللهم نفسي. يا رب. بس المهم، وقالها وديع الصافي جحي، قالها الموال شو نزلت العيد عايد عن ظهري بسيطة. أو زي هذاك الواحد شو بقول لك: صاحب صاحب بس عجيبة لا تقرب، صاحب صاحب. أو زي ما كان يقول برضه أحد الكهنة عنا، كان عبقري، أبونا ألفريد عطية من لبنان، هنقول البطرج بطرجنا، والخوري خورينا، والدير ديرنا، والمدرسة مدرستنا، بس المصاريف مش علينا. طيب، إذن اللي بده يخلص نفسه، مش هون معناها خلاص النفس الأبدي، لا، هون معناها اللي بده يدبر يضبط أموره في الحياة بشكل أناني، بعيد منكم، أو على حساب غيره، أو بدون مراعاة غيره. مش غلط أنا أستفيد، بس غلط إيش؟ إني حساب الآخرين ما أفيد غيري أو أستفيد على حساب الآخرين، خصوصا لما ربنا معطل من عمه تفضل، ليش ما أعمل خير؟ صح ولا لا؟ هذا اللي كثير ناقصنا إحنا، على الأقل في بعض المناطق، إنه بتلاقي هل ميسورين الحال هذول ما بفكر بدون مؤاخذة إلا بنفسه. روح قل له في عنا يتيم بأربعين واحد مثلا على غفل مسكين توفى ترك أرملة، وهن بقول لك ما انت شايف يا ابونا الاوضاع بس ايش حال بده يزيد يا ابونا بده يزيد
بس لما تروح انا كخوري اروح بطلت اروح انا عند حدا، بس لما كلمنا عكلنا ورحنا كم مره ما انت شايف امور الاوضاع، وضلش غير ابكي وانا اتبرع له. زي هذاك الواحد قال يا ابونا ليش بطلت تزورنا؟ قلت له انه شفت انه كل ما اخلط فيكم بدي اضل ابكي وامد ايدي على جيبتي وادفع ابكي. بليت كل المحارم اللي عندي والمحارم حطيت الجيب، فقلت بلا بلا الصحبة يعني بلا الصداقة. تفضل. نعم. هلا طبعا شو القسم الثاني؟ القسم الثاني من الآية الذي يفقد حياته في سبيلي أنا المسيح يجب. مين فقدوا حياتهم بالمعنى الحرفي في سبيل المسيح؟ الشهداء. مين كمان؟ القديسين، الرهبان، الرهبات اللي بكرسوا حياتهم لربنا اللي ما معهمش إشي، صح؟ شو بقول عنهم مارك بولس؟ عن أول شيء عن الرسل، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، كأن لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن بفكر نملك ولا نملك، لا ونحن نملك كل شيء. بتلاقي هالراهب في مرصبة ولا هون ولا هناك لا يملك شيء، صح؟ وبنفس الوقت هو أغنى من كل مليارات العالم، بنام الليل الطويل لا بقول هاي نزلت قيمة اليورو، هاي الدولار صار زيه زي ال شكرا ما شربش الشاي. تفضل. نعم. ايوه طيب تفضل. حتى كمثل صاحب المال تعبان. صاحب المال تعبان لأنه بدأ طلعت البورصة نزلت. طلعت البورصة نزلت البورصة زيه تجاري انا على في الشاي بدك تراو كيوت. طبعا يو 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 تزعلش تزعلش في شيء محرز المره فعلا ولسه بدهم يزوجوا لازم يتزوجوا. ما هي بقول لك المره زعلت لا لا عادي لا سلام قول 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 متجوز ولا مش طيب يا جماعة طيب عندي ذكركم خلاص يا جماعة طيب منكمل الآن اللي خلينا نتعمق في هاي الآية بعد إذنكم كيف إنه اللي بيفقد حياته في سبيل المسيح يجب. أساسا ليش الإنسان بضيع حاله؟ خلينا نحكيها بأقصر طريقة. لا الإنسان بضيع حاله بالأنانية. إذا لما يضحي بنفسه يجد ذلك. اللي بضيعنا إحنا كأفراد وكمجتمعات وكشعوب هو إيش؟ الأنانية. لما إحنا مننتصر على الأنانية إحنا مننقذ إيش؟ أنفسنا. لأنه أكبر عدو إلنا هو الأنانية. ثانيا يجد الإنسان نفسه زي ما قال يسوع برضو هاي قرأناها يمكن في متى أكيد قرأناها متى 11-27 وتابع تتلمذوا لي أني وديع متواضع القلب تجدوا الراحة لأنفسكم. ليش؟ لأنه لما في أنانية بعيد منكم لما في حقد لما في كبرياء كل هذا ايش بسبب؟ بسبب تعب العذاب المشاكل المشاكل اللي لها اول ما لهاش اخر
مرات انت وجارك تختلفوا على بلاطه على السلسله. اذا في على السلسله اذا في انانيه عمر المشكله ما بتنحل. اذا واحد من الطرفين بيقول يا عمي بدك هالبلاطه خدها بتنحل المشكله، بتكون ريحت راسك وريحت راسه. اما ممكن بسبب بلاطه يصير دم وقتل ولا لا؟ وصارت في القدس رجل دين ارثوذكسي قتل اخوه. قتل اخوه عشان ورثه اختلفوا على ورثه. الله يعينك. نعم. اذا من يجد نفسه من يجد من يفقد نفسه في سبيلي، هلا في انجيل مرقس نقرا في سبيلي وفي سبيل الانجيل في سبيل البشاره يجدها. طبعا كثير ناس مثلا بقول لهم ابنك شو رايك ابنك يصير خول؟ بقول لك ليش؟ ما هذا مش راح يكون عيله. ايه ما هذا خصوصا اذا متعلم، هذا بفيدنا بالمجتمع، هذا بفيد العيله. نسيوا كلام الانجيل المقدس. وكثير مرات شو بيطلع تفسير الاشي؟ انه اللي بيفيد اهله في الاخر اكثر شيء هو مين؟ رغم كل انت لاحظ، رغم كل الشيء اللي ببين، رغم كل المظاهر والظواهر، تالي النهار اكثر انسان بيصلي لاهله اساسا الانسان شو بده اكثر شيء؟ بده رضا ربنا. ولا أكثر إنسان مطلوب له هذا الرضا، وأحياناً أكثر إنسان بساعد أهله أحياناً بيكون الكيل، أحياناً لا، أقول لك لا أنا مش مسؤول عن أهلي، أنا مسؤول عن رعيتي. مش مسؤول عن أهلي. رعيتي أهلي. ليه؟ ولكن لابد في فترة من الفترات إنه هذا الإشي يبين. شو هو؟ إنه من ترك أباً أو أماً أو إخوة أو أخوات يجد 100 ضعف وبعد عمر طويل يرث الحياة الأبدية. وحتى أهله كمان ما في عيلة ضحت إلا وجدت أول شيء الراحة النفسية. وبعدين في واحدة عندنا في العيلة كان ابنها بده يصير خوري، قالت له بديش اياك تصير خوري. قال لا اصير خوري ولا اجيب لك كنه زي هاي؟ قالت له لا من بكره روح تصير خوري. بس برضه ما تجيبوش سيره وخلينا. لا لا انا بديش اودي ابني يصير خوري، عمرك بديش اودي ابني يصير خوري. هذا شو بده يصير فينا احنا يا الشعب؟ اذا وين رجعنا؟ شو بصير فينا؟ نصير زي الغنم. بدون راعي. بدون راعي. إذا هاي صفينا، أنا بقدم ابني وابني بدل ما يكون أب ل 4 5 7 10 أولاد بيكون أب للألم. بس أبونا مش دائما بنقدم ابننا بصير خوري. أنا ابني بعد 4 سنين ونص وأنا لحد هلا طلع وبده يخلص جامعة وأنا بتمنى يصير. لأنه مش مكتوب له أبونا، مش الواحد بإيده يعني. ما بنقول كل مين طالب بيطلع خوري. لأنه ربنا كل مين طالب بتعلم بيطلع خوري. خوري بكلف $1,000,000 قبل ما يصير خوري. بتحسبه مسح خوري تيصير خوري؟ بتكلف البطرقية $1,000,000. طيب المحسنين يعني إذا عفوا. نعم إذا وين الكلام؟ ما فيش تناقض، عفوا، فيش تناقض في الكلام اللي بنحكيه. انه اذا له دعوه بتصير، اذا هو بده بتصير. في ناس لهم عفوا، في ناس لهم دعوه ما بدهم، كل انسان حر. بس احنا ايش بنقول؟ انه الكاهن بدال ما يكون اب لعيله، خلينا نقول لفريق فوتبول، له 12 ولا دوبش، هذا نص فريق ولا لا؟ لا مش فريق. كيف؟ فريق؟ مش فريق. بدال ما يكون بدال ما يكون اب ل 12 طفل بيكون اب لالاف من الناس. اذا يجد طبعا هلا بعدين كيف لحياتنا الروحيه؟ كل ما اقتربنا من ربنا وكل ما ضحينا بانفسنا، ممكن انه التضحيه دائما التضحيه فيها عنصر ايش؟ الم.
صعب زي الدراسة. يعني لو الدكتور ما درس اللغة الروسية كيف اللغة الروسية هينة جدا ها؟ يعني ولا صعبة؟ صعبة. في لغة هينة ما فيش لغة هينة صح؟ لو ما كان يجتهد ما صار دكتور صباحي صح ولا إذا فيش أساسا قليل أشياء في الحياة توصلنا بالساهل. وإنسان اليوم كتير خرب بعيد منكم أخلاقيا لأنه كتير أشياء توصله بالساهل. قبل مثلا كان يحسب 14 و15 اليوم على الكالكوليتر ولا غيره هو مبسوط على حاله بورجيك على الحاسبه. الحاسبه هاي جريمه لانه لازم مخك يشتغل عشان هيك بطلوا يفكروا جداول بيعتبروا اذا وين رجعنا؟ انه كل تضحيه فيها عنصر الم. واخر مره حكينا عن الالم التعلم من التالم ولكن ايش بعدين في فرح داخلي وهي انا كثير بحكيها بمؤاخذه في كل الرعايه اللي بزورها ايام الجمعه الحزينه او في اسبوع الالام بقول لابد من التضحيه بس وين السؤال؟ انا اضحي بغيري ولا اضحي بنفسي؟ انا الاب والام اضحي في حالي ولا اضحي باولادي؟ انا الخوري أضحي بنفسي ولا أضحي برعيتي؟ أنا البطرك ذو مؤاخذة أضحي بنفسي ولا أضحي برعيتي؟ أنا المدرس أضحي صح ولا لا؟ أنا الرئيس وين المصيبة عندنا؟ الرئيس فلان والرئيس فلان والرئيس فلان بمين ضحوا هذول؟ الشعب ضحوا بشعبهم وشوف شو صار فيهم بعد 40 سنة الشعب حطلهم ليه؟ ما فيش راحة بال على فكرة لما أنا بعرفش مين حتى واحد من يمكن الخلفاء كمان كان نايم تحت شجرة قالوا له بظن عمر قالوا له شو أنت مش خايف؟ قال لهم أنا ما بخاف أنا بعامل الناس بمحبة وباحترام ما بخاف. إذا الإنسان لما بضحي بغيره بيكون في بيقول لك مبسوط مكيف بكون هو ملياردير وشعبه شحات بس دائما كيف بكون عايش؟ بالخوف بكون بيخاف من خياله لانه ماشي على بعيد منكم على الظلم. طبعا في ابعاد كثيره زي ما قلنا في حياتنا الروحيه لهي الايه. في مثل صيني بيقول عيش ودع غيرك عيش. نعم وكيف الشمعه اللي تحترق حتى برضه في شاعر بيحكي دائما عنه ابو جمال شاعر عراقي ولا ايراني اللي هو شاعر ايش؟ تركي شاعر تركي شاعر شو بقول؟ اذا لم احترق انا وانت فمن ينير الدرب؟ او قصده اذا لم نحرق تركيا اذا 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 لم نحرق الارمن واليونان كيف تصير تركيا؟ بس بس باب الحكمة على فكرة إنساني لدرجة إنه عدة ثقافات تستشهد بأطوال هذا من أعظم شعراء العصر. هو هذا كتب رسالة كان منفي كان شيوعي منفي على الاتحاد السوفيتي وكتب كان مشتاق كثير لابنه ولبلده محروم من ابنه وبلده فكتب رسالة لابنه في الواقع هي من أروع الأدب العالمي في آخرها بقول له إذا لم أحترق أنا وأنت فمن ينير الدرب؟ زي الشمعة اللي بتحرق نفسها حتى تضيء على الآخرين نضحي احنا بأنفسنا حتى انه نخلق حياة سعيدة للآخرين. نعم هذا أحلى تضحية جملة كثير. إذا لم أحترق أنا وأنت فمن ينير الدرب؟ ينير الدرب. تفضل. لأنه ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه فإن من الإنسان فماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه
غلبت مس ماجد تعطيني الكتاب اللي معاك برجع لك اياه. عادة الخوان لما باخذ على فكرة في التلمود، في التلمود إذا يهودي أخذ غرض من يهودي لازم يرجع له إياه. بس إذا مش يهودي وخطية إذا ما برجع له إياه. إذا يهودي أخذ غرض من وثني ورجع له إياه اليهودي يرتكب خطية. في المزمور 49 خليكم معي نوفان. يعني بيرتكبوا خطية يبعثونا لبلاد اليهود. نعم. شوف شو بقول لك. مزمور 49 الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه. أحلو يفدي إيش الأخ لا يفدي الإنسان، لا يفدي الإنسان فداء. مزمور 49 ترتيب اليوناني مزمور 48 آية. وين آية؟ آية 7. شكرا. إذا ماذا يقول هلأ في عنا بالعبري ألف وفي حاء. أنتم معاي؟ ألف حاء تقرأ أح يعني الأخ. هلا في بعض العلماء بيقولوا هاي مش حاء، هاي بتكون كاف كارثوفيت أخ، أخ يعني ولكن. المهم خلينا نتقيد في النص كما ورد. الإنسان ما بيقدرش يفدي أخوه، أو الإنسان ما بيقدرش يفدي من نفسه ولا يدفع لربنا عنه فداء لما تيجي ساعة الموت. حاتم عذرين هذا مشكلة. كل المزمور هذا شو بقول؟ بقول إنه الموت على الكبير والصغير. بدي أقول على الناصح والضعيف بس كلنا دمنا خفيف. إنما مهما تيجي يا إنسان وتحط مصاري مش راح تفدي نفسك من الموت. يسوع شو بقول؟ نفس الفكرة، خذ كل مال العالم لا يعوض عن إيش؟ نفس. عن نفس الإنسان. ما معنى النفس؟ شفنا نفس الإنسان مزمور 49 آية 7 يعني حياتي روحي. هاي مليونيرية ولما اجت ساعة الموت اي نص ما استفادوا ولا اشي من اموالهم. ولكن كمان ناخذ النفس بمعنى الروح. وكثير مرات المصاري بتخرب روح الانسان، بصير مادي، بصير يفكر حاله امبراطور، بصير يفكر حاله حاشا وكلا، الى ان شو بقولوا الفلوس تغير النفوس. واحد امبارح كان شحات يا ابونا مشان الله، ثاني يوم بشوفك بالشارع ما بقول لكش مرحبا، اتريت وصار معاه مصاري خلص بطل بطل يتعرف عليك. الفلوس ايش تغير النفوس. فاللي قدم الفداء عنا هو اللي فدانا هو السيد المسيح. ولما أنا بقرأ هاي العبارة ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، بتذكر جملة كتبها أو قالها مارتن لوثر، تعرف مؤسس الحركات الاحتجاجية، بعرفش وقتها لسه كان في الكنيسة ولا كان متمرد ولا كان تمرد على الكنيسة، ما بنحكم عليه. قال أعطوني كنوز الدنيا كلها. لحد هون منيح؟ لا أبدلها بكرسي الاعتراف. ليش لا أبدلها بكرسي الاعتراف؟ طب ألغالك خلاص النفس. كيف؟ إذن كرسي الاعتراف مش لوثر اللي ألغاه، بل اللي أجوا بعده
هم اللي ألغوه، زي الأيقونات والصور. مارتن لوثر كان يؤيدها، إنما جان كالفان مثلا كان ضدها. فمعناته إنه في عنا أشياء في ما يسمى باللوثرية اليوم غير مطابقة لتعاليم لوثر. بس يعني تذكرت الجملة ليش؟ كنوز الدنيا كلها إذا ربح العالم كله. خلي إحنا نقولها هون من هيك جملة كثير نحكيها مع الأخ أبو جمال برضو. شو سعادة الإنسان؟ مش صحته؟ يعني إذا الإنسان عنده كل مال العالم ومريض، ومريض عنده مرض فش له دواء، شو بنفع المصاري؟ ولا شيء. فهذا بسموه سلم القيم. والناس كثير مرات بخربشوا بهدرموا. طبعا لما بقول الناس بنطبق الحكي علي وعلى الجميع بدون مؤاخذة. طالما الإنسان مبسوط بالنسبة له بحط أول شيء إيش؟ الجسد، صح ولا لا؟ الأشياء المادية. كثير مرات برجع لربنا إمتى؟ أو زي هذيك الوحدة بقول لها يا مدام في شاب بده يتقدم لبنتك، قالت لي معاه مصاري؟ معاه مصاري؟ قلت لها معاه مصاري بس معاه إيدز كمان. معاه مصاري بس مش أخلاق، معاه مصاري بس مختل عقليا، معاه مصاري بس امه الله لا يورجيك بدون مؤاخذه. في المجتمع المنحل في امريكا كلوش انت قديش ابن مين، قديش معك، قديش فلان بسوى، قديش بتسوى. شوف هاي العباره، شوف هاي العباره انه فلان بسوى مليون. شوف العباره اهانه للانسان، فلان بسوى مليون دولار. إذا بسواش غير مليون دولار معناه تعيس. طيب نكمل النص بعدين. من خمسة بصحصة. نعم فضح. فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. أوي 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 أوي، زي ما بقول بالمصري ده كلام كبير قوي. ابن الإنسان يجازي كل إنسان. طب ما هو ابن إنسان ولا لا؟ وأنتم مش معاي بابا؟ طب إذا هو إنسان وابن إنسان كيف بده يجازي كل إنسان حسب أعماله؟ طب ابن الإنسان هذا قلنا عدة مرات هذا لقب التواضع ولا لا؟ لا المسيح. ولكنه في نفس الوقت العبارة تدل على الألوهية. رحم الله. كيف الألوهية هاي؟ إذا بنقرأ بسفر دانيال، إذا بتعطوني عهد الأديب، سفر دانيال فصل 7 آية 13 إلى 14. رحم الدكتور. فصل إذا سفر دانيال، هذا القسم اللي راح أقرأه كتب أساسا باللغة الآرامية. فصل 7 آية 13 ورأيت وكنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان كبار إيناش، أتى وجاء إلى قديم الأيام فقربوه قدامه، وأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتسجد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي لا يزول وملكوته لا ينقرض. مين هو؟ ابن إنسان. إذا لقب ابن الإنسان هو من جهة لقب تواضع، ولكنه يدل أيضا على إيش؟ على الألوهية.
عشان هيك ابن الإنسان سيجازي، أو خليكم معي، سيجازي كل إنسان حسب أعماله. إيه؟ ليش قلنا كلام كبير قوي؟ لأنه من يجازي كل إنسان حسب أعماله؟ الله ولا لا؟ إذا لما يسوع يقول عن ابن الإنسان، لأن وردت أيضا في المزامير أنت تجازي كل إنسان حسب أعماله، معناه إنه ابن الإنسان هذا هو إيش؟ هو الله، وهو يجازي كل إنسان حسب أعماله. تفضل كمل أستاذ، كمل دكتور. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يرب الإنسان آتيا في ملكوته. ابن الإنسان آتيا في ملكوته، لاحظ، ورأيت في رؤى الليل فإذا مثل ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء. دانيال 7:13. إذا يسوع الآن بيقول، بيوعد إنه في ناس واقفين عايشين. هلا قيام ممكن تعني واقف وممكن تعني حي، اللي بعد قليل سيرون ابن الإنسان وين؟ في يا رب الإنسان آتيا في ملكوته. في ملكوته يعني في مجده. على فكرة برضو ملكوتي إيش تعني؟ ألوهيته. لأنه من هو صاحب الملكوت؟ من هو مالك؟ ملك الملكوت مين؟ في المزامير وفي التعبير الإسلامي كمان مالك الملك. الملك يعني الملكوت، مالك الملك. إذن لما بقول ملكوت ابن الإنسان، الملكوت لمين؟ في واحد من الأنبياء نقدر نقول عنه له الملكوت؟ لا. إذن الملكوت أبوه. الملكوت يعني السيادة، السيادة اللي هي مش من مصلحة، ما فيهاش لا مصلحة ولا فائدة ولا خير للملك السماوي ضابط الكل، بل المصلحة الفائدة والخير لمين والبركة لمين؟ للشعب. يعني الله بيملك على الناس بمعنى انه هم بيحبوه، مش انه بيملك عليهم لانه عبيد مجبورين انه يطيعوه. الملك امتى بيجي؟ الملك عندنا كبشر امتى بنملك انسان؟ لما بنخضعه، لما بنسحقه، ولا لما بنحبه؟ امتى بنملكه؟ لما الإنسان بصل الاستنارة العقلية والسمو الفكري يصبح في درجة الآلهة. بس لما نقول ملكوت الله، يعني هلا الله كيف بده يملك على الإنسان؟ حبه. ها؟ إنه غصب عنك، أيني أنا الرب إلهك، ما عبدتني بس خطف البعيد، ولا إنه محبة ربنا إلنا ومحبتنا لربنا؟ كيف عندكم عائلاتكم كيف بتمشي؟ بتمشي بالعصا ولا بالمحبة؟ بالمحبة. شو بقولوا؟ كل شيء بالخناء إلا الزواج بالاتفاق. خصوصا نحن عندنا العرب كل شيء بإيش؟ شو كانت تقول رحمة والدتي؟ قدوس 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 بهالدبوس. قدوس قدوس بهالدبوس. نعم تفضل. هسه خذوا الإصحاح 16. نعم، إذن الآن نأتي إلى تتميم الوعد. عمره السيد المسيح ما قال إشي ما تمموا. إحنا البشر منقول إشي منسوي إشي وما منسوي. مرات ما منسوي. ليش؟ لأنه مننسى أو ما منقدرش. طب لما مننسى أو ما منقدر، على الأقل نعتذر ولا لا؟ ومرات الإشي إحنا بإمكاننا نعمله، ولكن نعمل دان سطوح ودان مزراب. شو شعار هاي؟ أكلم لك محسن به،
أكلم لك محسن بك يعني بالبجالي ارجن ارجن زي هذاك الواحد ارجن ارجنت هذيك الواحدة انه خلاص خلاص برجن الانسان واذا بدك ترجن على البشر شوف دم اخذ الاجانب على علاتهم بقول لك كلمة امشي عليها ما بده يتمم اللي حكى لك اياه بتصل فيه بقول لك انا بس او بصراحة من اولها بقول لك هاي خدمة ما بقدر اقدم لك اياها احنا عاد طبعا ما بعمم اي اشي اي انسان يطلب منا نقول له حاضر تكرم غالي والطلب رخيص غالي والطلب رخيص شو بقولوا بالروح بس على عبد الواحد بالسوري شو بقولوا على راسي على راسي بعدين مو على عيني وبعدين كل تعكن يا عمي الياس كل تعكن يا عمي فكل ما انا مرات عفوا يعني هاي اخذتها من المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني في وثيقة عن الكهنة بقول من أول صفات الكهنة غير الإيمان والرجاء والمحبة لازم يكون عنده فضائل إنسانية أولى الفضائل الإنسانية شو هي؟ الوفاء بالوعود خوري بيعطي كلمة لإنسان مصداقية لازم إيش؟ شو بقول المثل العربي؟ وعد الحر وعد الحر دين ما بقى تعرف طيب كتير بمر علينا ككهنة بدون مؤاخذة كتير بمر علينا أشياء كتير نوعد الناس أشياء حلو إنه الواحد إيش يسجل حتى ما ينساش وعد دكتور وليد بزيارة وعد أبو الخوري إنه أجيب له هالدواء من القدس وعد أبو جمال انه صح يعني ان الانسان بينسى والناس بيكونوا مش متوقعين انه رجل دين يوعد وما يوفيش وكثير مرات بصير وعد من غير وفاء ابونا منصور الله يرحمه شو كان يقول وعد بلا وفاء عداوة بلا سبب وعد بلا وفاء عداوة بلا سبب وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين شوفوا هذول الثلاثة مهمين برجع للي بيحكي دائما أبونا يعقوب سعادة في عنا 72 تلميذ 72 ستة ضرب 12 ولا لا بعدين 12 رسول هيا بتضيق طبعا قبل الرسل بس معلش سامحونا فيها زي ما بقول بالسوري لفوها لفوها بس من 12 رسول ايش في تضيق في الدائرة ثلاثة بطرس يعقوب يوحنا شو في اشي مشترك بينهم الطبع النيراني ما كانوش باردين ما كانوش فريزر ما كانوش ثلاجة هذول التنين ابناء الرعد ونرجس يعقوب ويوحنا بطرس كله نار وبعدين تضيق الدائرة كمان قديش تصفي عنا بطرس بس واحد بطرس 72 12 انتوا معاي؟ هذا الرعد خرب عليك قلنا ابناء الرعد عشان عاد عقلنا اذا الناس نقول هلا صاعقه اذا 72 انتوا معاي بابا 72 12 3 1 فهي لها معنى طب 72 شيلو لأن موسى حتى لأنه هي ستة 12 ضرب ستة 12 صفر أنه موسى في الصحراء أخذ 72
ختيار حتى يديروا أمور الشعب المتعب هذا بعيد متوان. وتغيرت هيئته قدامه. لحظة هاي الترجمة حرفية عند أستاذ عيسى بنلاقي كلمة وتجلى قدامهم شيء وتجلى. وتجلى حرفيا الكلمة الفعل اليوناني ميتا مورفي يعني ميتا تغير المورفي زي فورم باللاتيني يعني شكل شكله تغير المورفولوجيا المورفولوجيا هي قصتها قصة المورفولوجيا كمان في علم النفس في علم النفس هاي تعود إلى سنة إحدى الأخصائيات موجودة عن هاي ميتامورفوسي متى تغيير بالضبط باليوناني هلا المورفولوجيا شكل الشكل وفي علم النفس واحد اسمه كريتشمر سنة 1946 عمل أو اكتشف أو طور علم شكل الإنسان يعني إنك ممكن تعرف نفسية الإنسان من شكله من تقاطيع وجهه شو يعني الجبين الواسع شو يعني المنخار يعني ما تسألونيش تفاصيلها إذا تغير شكله قدامه تفضل نعم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور وإذا موسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه موسى وإيليا موسى يمثل الشريعة وإيليا يمثل الأنبياء حكينا عن الساحر قائم بطلنا خلص لا تجيبوش بطلوا فجعل بطرس يقول ليسوع يا رب جيد أن نكون هنا فإن شئت نصنع هنا ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة في نكتة بحكوها عنا في اللاتين يعني إنه السيد المسيح سأل بطرس قال له طيب بدك تعمل مظلة إلي واحدة لموسى واحدة إلي طيب بدك واحدة إلك يا بطرس قال له لا ما أنا عندي الفاتيكان أوكي وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سرج له اسمه هاي المرة الثانية المرة الأولى على العمال والآن هلأ السؤال طيب مش هاي معجزة معجزة ولا مش معجزة التجلي معجزة ولا لا مش نو 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 التجلي ليس معجزة بل هو إيقاف معجزة يعني المعجزة هي التجلي بطة في تجسد أنت السادق عفوا يعني المسيح من وقت تجسده كان لازم دائما يكون عنده هذا النور إذا هو باستمرار إيش كان يعمل كان يخفي هذا النور ولكن هالمرة ماذا حصل ظهر أنت معاي تشبيه ضعيف جدا ملك أو زعيم أو جنرال كيف بيكون لابس وكيف بيكون ماشي متخفي بين هالناس أنت معاي لا من وصل
لأن التجلي بده هاي كله بده يدخل تسجيل. هلا بدنا نشكر ربنا على نعمة المطر وهي غسل السيارات لحساب ربنا. غسل الجو يعني إن شاء الله مش مربع. أيوه وغسل. إذا أنتم معي؟ قال إذا التجلي ليس معجزة بل هو إيش؟ وقف. وقف للمعجزة. إيه المعجزة دائما؟ إن يسوع كان دائما يخفي هذا النور هذا السنة. فكيف بدك تعمل؟ إذا هنا شو اللي حصل؟ إنه يسوع أوقف هذه المعجزة. هلا ما بعرفش التشبيه برضه باهت يعني. برجع بقول من أملكم المواصلات اللي ما عنده سيارة. هلا أنا مش متذكر وين قريتها بس أظن سمعتها وقت اليوم. كان في واحد من المصدقين يحكي إنه المفروض إنه الشياطين كلها كانت تشوف المسيح دائما زي ما شافوه التلاميذ وقت التجلي. المفروض هيك كله بس كل الأرواح. كل الأرواح. يعني انه فاذا هذا اللي نقوله بس بصيغه ثانيه انه المسيح اوقف معجزه مستمره. شو هي المعجزه المستمره؟ اللي هي اخفاء هذا السنة وهذا الباب. طيب اما طبعا الارواح ترى هذا الباب ولكن احنا عيوننا البشر زي الشمس قديش تقدر تطلع من الشمس؟ ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا فجاء يسوع ولمسهم وقال قوموا ولا تخافوا. بعد إذنكم تذكروا الآية اللي قلناها قبل ما تشتي إنه ابن الإنسان يجازي كلا بحسب أعماله. ناخذ مزمور 62 آية 12 آخر آية 62 يعني 61 بالترتيب اليوناني نفس النص بس الفرق في الترتيب. عندك يا رب الرحمة فإنك تجازي الإنسان حسب أعماله. مين بجازي الإنسان حسب أعماله في المزمور؟ الله. ويسوع إيش؟ بياخذ هاي الآية ويطبقها على مين؟ على نفسه. هي أكم من إعلان لألوهية المسيح شفنا بهالأربع خمس آيات اللي قرأناها. يجازي كل إنسان حسب أعماله في ملكوته. كل هذا إعلان إعلان ألوهية المسيح. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. نعم. هلأ موسى وإيليا هون بدنا ننهي قراءة النص المقدس لأن لحد الآن أنا بحكي وأنتوا بتسمعوا والدنيا بتشتي وأنا عايز إنما شو في إشي ثاني مشترك؟ أو لا عفوا، شو في إشي مشترك بين السيد المسيح وموسى وإيليا؟ إنه أعطوا الشريعة. طيب الشريعة المسيح وموسى عندهم شريعة. إشي مشترك بين المسيح وموسى وإيليا؟ إنه كل واحد منهم صام 40 يوم. المسيح صام 40 يوم زي موسى. موسى صام 40 يوم لتوجه إلى جبل الله حوريب. حوريب يعني سيناء. مين كمان؟ موسى صام كمان 40. شكرا لإصلاحكم وفضلوا الآن.